طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نتوقع جاهزين نبدأ. فأول شيء السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بالجميع في هذه الورشة التي تتشرف بتنظيم غرفة الرياض ممثلة في لجنة المطاعم والمقاهي بالتعاون مع الزملاء في ذا الشيفس على تقديمهم لهذه الورشة. ولا ننسى الجهود المشكورة من بقية تطبيقات التوصيل الذين أبدوا تعاونهم المستمر في العمل مع القطاع المطاعم والمقاهي بما يخدم مصلحة القطاعين وتطويره. من خلال اللقاءات السابقة مع اللجنة والقادمة بإذن الله، ونحن في غرفة الرياض نقدم كامل الجهود والاستعدادات لخدمتكم بأمل تحقيق الدور التكاملي بين القطاعين، وتحقيق جزء من مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة السعودية 2030. وأحب أن أتقدم بالشكر والتقدير للأخوة في ذا شيفس مقدمي فقرة الورشة، سعادة الأستاذ عبد الرحمن المرشد مدير تطوير الأعمال، وسعادة الأستاذ عبد الله الهديان نائب مدير التشغيل، وسعادة الأستاذ عبد الله شرف مدير الدعم الفني، وسعادة الأستاذ نايف الجابر أخصائي التسويق. كما أتقدم بالشكر لجنة المطاعم والمقاهي بالغرفة برئاسة الأستاذ عبد العزيز الجادي وأعضاء اللجنة جميعاً على مبادرتهم باستضافة هذه الورشة. ونود الإشارة أنه سيتم فتح باب النقاش للجميع للمشاركة لإبداء المرئيات والمقترحات والتساؤلات لما سيتم طرحه خلال هذه الورشة. وختاماً أكرر الترحيب بكم جميعاً، شاكر حضوركم وتفاعلكم، ونأمل أن نوفق في تحقيق أهداف هذه الورشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعطي أخوي عبد الرحمن لك الحديث. شكرا. يعطيك العافية أخ نايف والجميع القائمين في غرفة الرياض. صراحة نشكركم على هذه الثقة، وإن شاء الله أننا نكون قد هذه الثقة وقد هذه المسؤولية، ونكون بإذن الله نقدم ورشة معكم تكون نافعة للقطاع بشكل عام وقطاع المطاعم بشكل خاص، ونقدر أننا نقدم المحتوى الكافي والشرح الوافي عن تطبيق ذا شيفس، وعن الخدمات اللي قدمها تطبيق ذا شيفس، وعن آلية استخدام الخدمات وآلية تفعيلها بالشكل المناسب. معنا اليوم يعني نخبة الفريق في ذا شيفس، بإذن الله أنهم يكونون يعني متواجدين معنا في هذه يعني خلينا نقول الورشة البسيطة الخفيفة بإذن الله. ونسعد أيضا بأسئلة الحضور من المطاعم وأصحاب المطاعم، وإن شاء الله نكون يعني ملمين بجميع الأسئلة اللي يسألونها، ونفخر بالخدمة بإذن الله. ودنا نبدأ الآن مع أخوي عبد الله شرف. عبد الله شرف راح يتكلم عن استخدام خصائص الداشبورد. عبد الله هو المسؤول عن الدعم الفني في جميع المناطق. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. لو تسمحوا لي بس أسوي لكم شير للشاشة، أشرح لكم لوحة التحكم خاص في تطبيق الشمس بشكل واقعي أكثر. نبدأ من خاصية الداشبورد. في الديت رينج راح يمكنكم تحديد المدة الزمنية للاطلاع على الطلبات اللي تم توصيلها، يظهر بالشكل واضح أمامكم في الشاشة Deliver Orders، الطلبات اللي تم توصيلها وتحقيق الأرباح اللي تم توصيلها في المدة اللي تم تحديدها. في Delivered Orders يظهر هنا عدد الطلبات اللي تم توصيلها في التواريخ اللي تم تحديدها، كذلك يظهر Decline Orders عدد الطلبات اللي رفضت مع الريزون. مثلا في المدة اللي تم تحديدها الريزون اللي ظاهر أمامكم اللي هو All items not available، مع عدد الطلبات الملغية والنسبة، النسبة المئوية لعدد الطلبات المرفوضة. في الأوردر ريتنج تقييمات العملاء من 0 إلى 5 حسب المدة التي تم تحديدها في
لوحة التحكم. كذلك يظهر بيانات التواصل مع مدير الحساب، رقم التواصل، الإيميل، وإمكانية تحميل ملف لوحة التحكم. ويظهر كذلك بيانات التواصل مع قسم التسويق، كذلك الدعم الفني، السبورت، تعديلات المنيو، وقسم المحاسب. عندنا خاصية الشيف بروفايل، يظهر فيها اللي هو الباك جراوند مخصص للمتجر، بيانات التواصل للمتجر، رقم التليفون، الموقع، وكذلك إمكانية تعديل البيانات. كذلك موجود عندنا خصائص اللي هو أو أرسلها كهدية مع إمكانية تفعيلها أو إيقافها، وخيار اللي هو Enable Schedule Order، طلبات اللي يتم جدولتها من قبل العملاء، مع إمكانية إيقافها أو تفعيلها، والطلبات اللي يتم تحويلها من الفروع. كذلك يظهر بيانات التواصل مع مدير الحساب. في الشف Availability، إمكانية تعديل أوقات العمل للفروع، لجميع الفروع. وعندنا كذلك في الأوردر مانجمنت، الأوردر سيلز، إمكانية تحديد التواريخ لتصدير ملف الأكسل كمثال، مثلا The Last 7 Days، وتحديد حالات الطلبات اللي حابين مثلا أنه يتم مشاهدتها، فبضغطة زر راح ينزل ملف إكسبورت يظهر فيه حالات الطلبات جميعها حسب التواريخ المحددة. ذلك في الأوردر ستاتوس، إمكانية مشاهدة الطلبات الكانسل والطلبات الديكلاين الملغية، مع تحديد المدة الزمنية لمشاهدة الطلبات اللي ما تم قبولها أو تم رفضها. يظهر البرانش نيم، ويظهر كذلك توتال الطلبات الملغية مع التاريخ مع السبب الريزون للطلبات اللي ما تم قبولها أو الديكلاين. في المنيو مانجمنت عندنا الدش آيتم، إمكانية إضافة صنف جديد، تحديد الاسم المنتج باللغة الإنجليزية واللغة العربية، مع إضافة الكاتيجوري للصنف وإضافة السعر، كذلك النمبر اوف سيرفيس، فمثلا إذا كان كيك تحديد أنه هذا الكيك يكفي مثلا 7 أو 8 أشخاص، مع المين بربر تايم اللي هو وقت تحضير الصنف، إمكانية تحديده نص ساعة، ربع ساعة، أو ساعتين حسب الصنف. كذلك خيار الستاتوس إنيبل، إمكانية إظهار الصنف أو إخفائه، مجرد ما يتم الضغط على إنيبل أو وضع إشارة صح راح يظهر أو يعكس مباشرة في التطبيق بمجرد ما يتم الضغط على حفظ سيف. كذلك إمكانية إضافة الأباوت ديش، وصف المنتج. في الديش أوف ديوتي يظهر هنا الأطباق اللي تم إيقافها، مع إمكانية إعادة تفعيلها بشكل سهل. الأوت أوف ستوك، الأطباق اللي تم أو الأطباق اللي متوفرة حاليا، مع إمكانية إيقافها وتحديد المدة لإيقاف المنتج كمثال تو ليميتد تايم، نوضح هذا الايتم لوقت معين، فبمجرد ما نضغط ابلاي راح يظهر المنتج هذا اوت اوف ستوك للمده المده المحدده، وراح يظهر ويعكس مباشره بمجرد انتهاء المده. في الشف كاتيجوري، امكانيه التحكم في الكاتيجوري كمثال مثلا وضع الديزرت اول منتج في التطبيق، التوب اوردر ديش كذلك يظهر هنا الاطباق الاكثر طلبا، كذلك مشاهده الريفيو ريتنج، تقييمات العملاء للدش او للشيف نفسه
وآخر شيء اللي هو الانفويس، إمكانية تصدير الفواتير الشهرية وكذلك تصدير الريبورت. الله يعطيك العافية. هل في أحد عنده سؤال أو تساؤل على الشرح السابق؟ السلام عليكم. السلام عليكم، سامعين منيح؟ وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ أسامة. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. هل صوتي مسموع بشكل منيح؟ نوعا ما. أوكي، راح أحاول أعلي صوتي. بداية الله يعطيكم ألف عافية، ما شاء الله مجهود واضح على الداشبورد اللي هذا شات. بس كنا عم نواجه مشكلة صغيرة، هي لما يكون الايتم اوت اوف ستوك. هل مسموع اللي عم بحكي؟ اي صحيح مسموع. اوكي، اللي عم واجه مشكلة هي انه انا عم بعمل اوت اوف ستوك من الجهاز مش من الداشبورد، لانه بنكون بالشغل فما بقدر افتح الداشبورد دايركتلي، فبعمله من الجهاز بشخص. فما عم ياخذ دغري، الفكرة انه عم بيطول لا ياخذ، عم بضطر اعمل ديكلاين لاوردرات مره ثانيه. هل هذا امر طبيعي ولا في مشكله بالكونكشن ولا شو الموضوع؟ طيب هو صحيح تقدر انك تحط المنتج اوت اوف ستوك من خلال الجهاز، بس ممكن الوقت اللي انت كنت تحط فيه المنتج اوت اوف ستوك كان اوريدي الصنف تبع العميل في السله، وكان موجود في السله في التطبيق، فلما انشا العميل الطلب وارسله كان انت لسه يمكن ما حطيت المنتج اوت اوف ستوك، ما فوصل الطلب بعد ما انت حطيت الايتم هذا اوت اوف ستوك. لكن في حاله انك انت حطيت المنتج زي ما انا شرحت كمثلا توداي او تو ليميتد تايم، راح يعكس مباشره، ما ياخذ وقت، يعكس مباشره في التطبيق وراح يظهر المنتج اوت اوف ستوك حسب المده اللي انت حددتها من الجهاز، فما في اي اشكال. العافية حبيبي، شكرا لك. الله يعافيك. الو، اهلا وسهلا استاذ فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاب استفسر، الله يعطيك العافيه، هل في امكانيه اني اقدر اطبع تقارير شهريه توضح لي المبيعات الكامله مع رسوم التوصيل او الرسوم المخصومه علي او المرتجعات عن طريق التطبيق؟ لانه ذا شيف يعني ما يرسلون تقرير على الايميل كل شهر، فهل بامكاني ان ادخل على البرنامج وافتحه؟ صحيح، تقدر تدخل على لوحة التحكم وتدخل على اللي هو خيار Order Sales وتحط XOR، تحدد المدة الزمنية، راح يظهر لك الإكسل شيت في جميع التفاصيل، في رقم الطلب، الوقت، التاريخ، اسم العميل، سعر التوصيل، وفي كذلك النوت في حالة كان في إشكالية في أي طلب أو تم أي تعويض أي طلب، بيظهر في الإكسل شيت الموجود في الإكسبور. طيب هل هذا يطلع لي أنا عندي أكثر من فرع، هل الاكسل حيطلع لي على كل الفروع او اقدر اصنف يعني كل فرع لوحده؟ صحيح، في حاله انك اخترت الاول برانشز راح يظهر لك كل الفروع، او تقدر تحدد فرع معين. ممتاز. اي سؤال ثاني استاذ فهد؟ واضح، الله يسعدك، يعطيك العافيه. الله يخليك، شكرا. العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية، وأخ عبد الرحمن الله يعطيك العافية، ومشكورين كثير على هالورشة، وبالفعل يعني شكرا كثير لكم لمجهودكم. معكم أخوكم توفيق. يا أهلا وسهلا أستاذ توفيق. هلا بيك. بس مشكلة اللي هي الفاتورة اللي مجمعة لغاية الآن أو التقارير المجمعة هي لغاية الآن لسه موجودة، يعني حتى أنه بالداشبورد المشكلة اللي عم نصادفها ونواجهها
انه كل مدينه لحال، يعني عم تطلع بتقرير انه كل مدينه منفصله عن الثانيه، فبتضطر انت هون بدك تصدر. يعني هلا مثل انا مثلا، نحن عندنا مثلا كل المدن في عندنا فروع، بدك تضطر تصدر 4 أو 5 تقارير. فاللي هو التقرير المجمع او حتى الفاتوره الشهريه المجمعه، هي المشكله يعني موجوده لغايه الان. هي ما بنعتبرها نحن مشكله، نعتبرها انه ملاحظه، وبنتمنى انه هي انه يعني تنتهي هي هاي الملاحظه او تكون موجوده متوفره اسرع وقت. تمام، يعطيك العافيه استاذ توفيق. هو زي ما قلت انت، هي ما هي مشكله، هي ملاحظه، لكن احنا فصلناها لكل فرع يكون فاتوره منفصله، فتكون الافضل ان تكون لكل فرع فاتوره منفصله عشان يبان عندك توتال المبيعات، يبان عندك توتال سيلز التعويضات. تمام، فاحنا شغالين عليها باذن الله تطويرها اكثر واكثر. تمام، وانا معاك، انا معك، هي بتفيد اذا كانت مثلا انه انا مثلا عندي عده فروع فقط في الرياض. صحيح، هاي تمام اوكي. عندك مثلا فروع خارج، انا عندي يعني انا فروع مثلا بمكه وجده، عندي فروع بالدمام، عندي فروع خارج الرياض طبعا اكيد. فهون هي هون المشكله، انت بدك تضطر تجمع الملف الاكسل، يعني 5-6 ملفات تجمعه بملف واحد مشان تطلع عليه. صحيح. حتى الفاتوره نفس الشيء، انت لما تصدرها نفس الشيء. صحيح، هو كمان بعض الفروع يكون عندنا فرانشايز، ماخذ فرانشايز، فتكون فاتورته منفصل سبريت انفايس عشان ما يكون في اي اشكاليه في الفواتير او يكون في تداخل. كل هذه عشان كذا احنا هذه ممكن داخليا الشركه هن يعني الماليه داخليا هي اللي بتفصلها، انه مثلا لما يكون في طلبات لفرانشايز او شيء. صحيح، بس هذا لما يدخل كل فرانشايز له تقريبا لوحه تحكم منفصله، فيدخل يصدر الفاتوره الخاص فيه. وزي ما قلت لك، في حال كان في فروع خارج الرياض مثلا في بريده، في مكه، فتكون فاتورتها منفصله. لكن باذن الله احنا شغالين على تطويرها افضل من كذا، باذن الله راح تكون على شكل انك تحدد مثلا البرانشات وتصدر الفاتوره ان شاء الله باذن الله مستقبلا متوفر هذا الخيار. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الله يعطيك العافيه يا رب. الله يسعدك استاذ توفيق. الاخوان الحضور، اذا احد عنده تساؤل او شيء بامكانه يرفع يده ونرتب التداخل. الله يعطيكم العافيه. ايوه، السلام عليكم. انا استفسرت قبل قليل عن الفاتوره. انا دخلت على الفويس، ولكن يوضح لي انه يعطيني مثلا رقم واحد اللي هو الفاتوره كل يوم بيوم، ولا هي مجرد بالترتيب يعني مكتوب 1-2-3؟ هل هي على حسب الاشهر؟ تقصد في خانه الانفويس؟ ايوه، إيه في خانة الانفويس حسب الشهر تتصدر يعني الفاتورة بعد نهاية الشهر، مثلا شهر 9 بعد نهاية الشهر من تاريخ 1 إلى تاريخ 5، 5 أيام عمل تتصدر فيها الفاتورة. ممتاز، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. حبارد، شيكوا على الدفع بعد خربان ولا لا؟ الدفع شاي ها؟ يعطيكم العافية أخوي عبد الله. إذا ما في سؤال ممكن ننتقل للفقرة الثانية. الله يعطيك. تمام، معنا الأخ نايف، أستاذ نايف الجابر. مساء الخير جميعا، يعطيكم العافية. معكم أخوكم نايف الجابر، أخصائي أول تسويق في دشيبس. بإذن الله راح نتكلم عن الخدمات التسويقية داخل تطبيق ذا شيبس من ناحية الـ In-App Marketing
ومن ناحيه منصات التواصل الاجتماعي. استعرض معكم ملف العرض. تمام. اول شيء باذن الله راح نتكلم عن ال راح نتكلم عن خدمات تسويقية بداخل التطبيق. تقريبا هي 4 خدمات تسويقية. نبدأها بالإشعارات لجميع العملاء. الإشعارات توصل إلى 3 مليون عميل تقريبا. عندنا منصة لمتابعة الإشعارات من ناحية كم عميل وصل للإشعار، زائد كم عميل فتح الإشعار في لحظتها. يعني كان نخصص الإشعار لمنطقة معينة أو محددة. بعد كذا ننتقل للبنر في واجهة التطبيق. البنر مخصص غالباً للعروض، سواء عروض توصيل أو عروض منتجات، فهو يعرضنا بشكل أكبر صورة المنتجات زائد محتوى يكون مناسب للعروض. ننتقل بعدها إلى التواجد في على قائمة داخل التصنيف. هذه تكون داخل تصنيف معين، مثلاً زي البرجر يكون المتجر في أعلى القائمة. هذا غالباً يستهدف العميل المحتمل لنفس التصنيف. مثلاً إذا العميل داخل يبحث عن مثلاً برجر، يدخل برجر يحصل المتجر في أول القائمة، فهذا يعطيني نسبة أكبر لاستهدافه. بعد كذا ننتقل للتواجد في أعلى القائمة بواجهة التطبيق، وهذه تكون شاملة لكل العملاء، وغالباً هذه تكون العميل المحتمل اللي غالباً مو محدد إيش الصنف اللي يأكله، سواء برجر أو شاورما أو هل هو يطلب حلا أو كيك، فنستهدفهم بهذه الطريقة. الخدمات التسويقية في منصات التواصل الاجتماعي، احنا نطلع مع اعلانات في مؤثرين منصات التواصل الاجتماعي، سواء في سناب شات، تويتر، انستغرام. نتحمل من قيمتها 50% من قيمة اعلان مؤثر، زائد احنا عندنا عقود مع اغلب المؤثرين بتكلفة اقل من التكلفة لاعلان واحد. احنا نتحمل 50% من قيمة اعلانات المروجة في منصات التواصل الاجتماعي، مع تنفيذها من البداية للنهاية، سواء بالمحتوى، بالتصميم، بتعديل الصور، زائد تنفيذها وإرسال تقرير بنهاية الحملة بالنتائج اللي صارت. طبعاً الحمد لله احنا نقدم خدماتنا في أكبر مناطق المملكة مع خطط توسعية مستمرة، بداية من مدينة الرياض والمنطقة الشرقية اللي تضم الخبر والدمام والأحساء، بعد هاي المنطقة الغربية اللي تضم جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، ونهاية بمنطقة القصيم مدينة بريدة. بإمكانكم دعم التطبيق عبر الضغط هنا أو مسح رمز الاستجابة السريعة. غالب الخدمات اللي نقدمها كذا شيبس اللي هي طلبات التوصيل، خدمة السفري، خدمة الأهداء، الحجوزات، وحالياً انطلقت خدمة الكيترينج، وبإذن الله في توسع ونرضي جميع العملاء. طيب، في حال كان أي استفسار بخصوص طريقة التواصل، إحنا مخصصين في فريق تسويق إيميل خاص لأي شيء يخص التسويق، زاد رقم الاتصال والواتساب، والفرق الباقية فريق التقني، فريق الدعم، ورفع المنيو والمحاسبة، بإمكانكم تصلونا عبره. يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية أستاذ نايف. الله يعافيك. إذا في أي سؤال أو استفسارات. طيب، يعطيكم العافية جميعا. أخوي خالد، أنا أشوف فيه حمد العمران في الأتنديز، أتوقع أنه رافع يده.
طيب أخوي حمد ثواني بس، إحنا الحين جالس بس أبحث عن الطريقة كيف أعطيك الإذن. أخوي حمد الله يعطيك العافية، لو تفتح المايك. أخوي خالد ما أتوقع أن عندنا إحنا البيرميشن أننا ندخل، أننا نعطي بيرميشن. طيب اخوي حمد الله يعطيك العافيه، اذا ما قدرت تدخل بالمايك ممكن تكتب سؤالك في خانه الاسئله ونجاوب عليك ان شاء الله. طيب في سؤال في الشات مكتوب انه كيف يطلب اعلان عند مشهور بدعمكم؟ هذه تكون عن طريق التواصل معنا عبر الايميل او الواتساب، وبعد كذا ناخذ الخطوات عشان التنسيق معكم ومع المشهور نفسه. أخ محمد العنزي يعطيك العافية على سؤالك. لماذا الأخ محمد العنزي يسأل، يقول لماذا لا يقوم ذا شيفس بعمل دعم للمطاعم السعودية الناشئة من خلال الإشعارات الخاصة؟ طبعا ذا شيفس يقوم بالدعم لجميع المطاعم سواء الناشئة من خلال الإشعارات الخاصة أو المطاعم الموجودة والمطاعم القديمة. سوينا قبل فترة إذا تتذكر حملة التسعينات كانت بدعم جدا كبير من ذا شيفس، دعمنا فيها المطاعم القديمة أيضا المطاعم الناشئة دائما نساعدهم في عمليات الانضمام لذا شيفس، نساعدهم في عمليات ترتيب قائمة الطعام المنيو، نساعدهم يعني إذا كان مثلا عندهم بعض الصور عندهم بعض الأمور في المنيو تحتاج لها enhancement احنا نعطيهم الدعم اللازم، نجلس معاهم نرحب فيهم ونجلس معاهم ونعطيهم انسايتس اكبر عن الماركت، ايش الماركت يحتاج، ايش الاشياء اللي ناقصه، ايش الاشياء اللي ممكن يطورونها، ونساعدهم تسويقيا سواء بالاشعارات وبال برضو بالتوب ليستنج اللي هي اعلى القائمه سواء في الكاتيجوري او في التطبيق بناء على الـ availability. يعني احيانا تكون عندنا القدره فبالعكس نسعد والله ونساعدهم، وهذا شيء اصلا يعني واجب على الجميع. طيب الاخ احمد يقول احنا عندنا 5 براندات وكل براند له مدير حساب. اخوي محمد اتمنى اني جاوبت سؤالك كامل. أخوي أحمد يقول إحنا عندنا 5 براندات وكل براند له مدير حساب مستقل. أخوي أحمد أنا أعتقد أنك لما دخلتوا 5 براندات دخلتوها على دفعات، وإذا كانت على دفعة واحدة المفروض أن يصير مدير حساب مستقل، وإذا كان أنكم دخلتوها على دفعة واحدة يعني تلخبطت عادي أطلب أرسلنا بإيميل، ممكن ترسل على support@thechefs.co ونعدل لك اياها، ممكن اننا نجلس
او ممكن نسوي لك one account manager للبراندات كلها، وممكن برضو يعني نسوي meeting عشان نرتب الامور. فبكتب لك الان الايميل اللي ممكن ترسله عشان ما تنساه. طيب اخوي فيصل الزهراني، وعليكم السلام. اللقاء يخص تطبيق ذا شيفس؟ اي نعم اخوي فيصل، اللقاء فقط مع تطبيق ذا شيفس، ونسعد بمشاركتك والجواب على الاسئله اذا عندك اي سؤال او استفسار. معلش مداخله اخوي عبد الرحمن، الله يعطيك العافيه. هذه الورشه صحيح مع ذا شيفس، لكن ان شاء الله اللقاءات مستمره مع بقيه تطبيقات التوصيل، سواء عن طريق شرح منصاتهم او ان شاء الله احنا في صدد اطلاق استطلاع راي لاصحاب المطاعم لمعرفه المشاكل والمعوقات والافكار التطويريه بين المطاعم وتطبيقات التوصيل ان شاء الله. فالتواصل ان شاء الله مستمر بيننا وبينكم باذن الله. الله يعطيكم العافيه اخوي خالد على جهودكم وجهود الغرفه. طيب اخوي اخوي رضا او رضاب عبد العال، اذا تقدر تكتب سؤالك كتابه أخ عبد العال، هل في عندك إمكانية أنك تكتب السؤال؟ إيه ممتاز. طيب عندي استفسار بخصوص طريقة التحكم في البيانات والمنتجات. نحن إلى اليوم لم يصلنا أي يوزر نقدر ندخل منه ونواجه صعوبة في التواصل للتعديلات. طيب أخوي رضا يعطيك العافية، ودي الآن بس بعطيك الإيميل. هو المفروض أن أول ما أنتم سجلتوا في The Shifts يكون وصلكم كامل الشرح عن طريقة استخدام لوحة التحكم وعن الكريدينشلز اللي هي معلومات الدخول، لكن في حال أنها غير موجودة عندك ممكن بس تتفضل ترسل لنا إيميل وإحنا إن شاء الله نوصل عليه مدير العلاقة ويتواصل معك. بس إذا أمكن تحط في الإيميل بس رقم الجوال واسم المطعم وإحنا إن شاء الله راح نتواصل معك بإذن الله. حطيت لك الإيميل في الرد على السؤال. طيب أنا ودي بس أسأل سؤال للجميع. اليوم تقريباً عرضنا شرح عن الداشبورد، عن اللي هي لوحة تحكم The Shifts، وسوينا شرح عن التسويق. هل كانت يعني هل كان الشرحين واضحين أو هل زادت التساؤلات؟ يعني هل هي مثلاً كانت واضحة 100% ولا في أشياء مثلاً في لوحة التحكم لأنها ما زال في وقت ونقدر نرجع نستعرضها إذا حابين؟ طيب يعطيك العافية أخوي محمد، أبشر. عبد الله لو سمحت ممكن تسوي بريزنت
للداشبورد الله يعافيك. طيب الداشبورد او لوحه التحكم، لوحه التحكم هي لوحه خاصه بكل مطعم او كل اكاونت يدخل في ذا شيفس يكون عنده لوحه خاصه. اللوحه الخاصه هذه تم بنائها انترنالي داخليا في ذا شيفس، ونعتقد احنا في ذا شيفس انها من يعني من مميزات ذا شيفس او من نقاط القوه الموجوده حاليا في ابلكيشن ذا شيفس، لان لوحه التحكم الموجوده تساعد المطعم في كثير من المعلومات، تساعد المطعم في فهم العملاء الريتينجز. ودي عبد الله الان لو تقدر تروح لصفحه ال شو اسمه الاناليتكس، اضغط على شيف. شفت اوكي، شيف بروفايل. طيب اضغط على الاناليتكس اللي فوق على اليمين، فوق اوكي. اوكي من هذه الصفحه، طبعا كل مطعم موجوده عنده هذه الصفحه، تقدر تدخل يا صاحب المطعم او مثلا اي احد في اداره التشغيل، وتقدر تشوف التوب ريتد ديشز اللي على اليسار، المربع اللي على اليسار هذه عندك كل الطلبات اللي عندك وكيف ريتينجز العملاء. يعني عندنا مثلا هنا بوكس الغداء العملاء مقيمينه بخمسه، مثلا اخر منتج اللي هو سانست العملاء مقيمينه باربعه. هنا انت تاخذ فكره عن تقييم العملاء وتقبلهم للمنتج. اللي على اليمين اللي هي التوب اوردر، اعلى 10 طلبات قاعده تنطلب من المنيو الخاص فيك. مثلا نشوف مثلا لانش بوكس انطلب 23 مره مقارنه بالعصير، العصير انطلب مره واحده. هذه تعطي صاحب المطعم انديكيتر مثلا انه والله اللانش بوكس شغال عندي بشكل ممتاز، لكن العصير مو شغال عندي بشكل ممتاز، فايش انا ممكن اعدل في العصير؟ هل انا ممكن اغير سعر العصير، اغير الصوره، اغير الفليفر، اغير نوع العصير، او ممكن اني احط العصير في اعلى القائمه مثلا داخل المطعم؟ هل احط العصير في الصفحه في بدايه الصفحه؟ هل اضيف منتجات زياده مع العصير؟ فبهالشكل المطعم يقدر انه يطور اكثر في المنيو. انزل تحت شوي عبد الله. وعندنا هنا الاوردر ريتس، الاوردر ريتس هي عدد الطلبات بناء على ايام الشهر. مثلا انا اول يوم في الشهر سويت 40 طلب، ثاني يوم في الشهر سويت 19 اوردر الى اخر الشهر. هذه تعطيني مؤشر قوي جدا في السنوات. يعني اذا صار عندي مثلا الاوردر ريتس بناء على سنتين، اقدر ارجع للسنه اللي فاتت واشوف في هذا الشهر انا كم سويت من طلب بناء على الايام، فممكن اتوقع ايام الضغط. مثلا اذا انا في شهر رمضان، مثلا رمضان مقبل علينا وانا ما ادري في رمضان كيف راح يكون الاداء، فممكن ارجع للهيستوري واشوف ادائي في شهر رمضان اللي فات، متى صار عندي البيكس، في اي يوم في رمضان، اقدر ابدا اقيس نزول الرواتب مثلا كيف يرفع عندي المبيعات. ولو نزلنا تحت شوي نقدر نعرف اوقات الطلبات، اقدر اعرف مثلا في رمضان اللي فات هل الطلبات عندي تزيد وقت الفطور ولا وقت السحور؟ طيب بعد رمضان هل الطلبات تزيد في الصباح ولا تزيد في المساء؟ طيب هل العصر عندي فترة ميتة مثلا من الساعة 1 الظهر إلى الساعة 6 المغرب مثلا، هذه فترة ميتة، ممكن أجي أنا أشوف الداتا اللي عندي الفترة هذه ميتة، ممكن أكلم ذا شيفس وأقول لهم يا ذا شيفس أنا من الساعة 1 إلى الساعة 6 أبغى أسوي عرض، وش العرض اللي في بالكم؟ أبغاكم تساعدوني في عرض. يقدر صاحب المطعم يجي يقول أبغى أسوي عرض مثلا 50% أوف، ولا 10% أوف، ولا أنا أبغى أقلل التوصيل، سعر التوصيل في هذه الأوقات. تمام، وإحنا راح نسعد وراح نعطي الاستشارة اللازمة وراح نسوي الكونتريبيوشن المناسب عن طريق The Chefs. لما ننزل شوي نشوف المونثلي ريفيو، كم عدد الطلبات اللي تسوت الشهر، ونقدر نغير الشهر من فوق، نقدر نختار أي شهر نبغى. طيب كم عندي الريت اللي هو البوكس الثاني، كم عندي الريت of declined orders، يعني مثلا أنا كم جالس أرفض
من الطلبات. يعني الآن إحنا جاينا 400 طلب، على يمين مرة نشوف 226 طلب هذه مرفوضة. طيب معناته رفعت عندي الديكلاين ريت. الديكلاين ريت مؤشر ارتفاعه، مؤشر جدا خطر. أول شيء أنه قاعد يضيع عليك مبيعات، الشيء الثاني قاعد يضيع العميل، العميل ما راح يرجع مرة ثانية لأنه خلاص صار عنده صورة ذهنية نمطية أن هذا المطعم جالس يرفض الطلبات. عندنا تحت، وهذا الشيء يعني سواه application the chefs، ما أدري إذا موجود في أي other aggregator، لكن هذا جدا 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 tool مرة قوية. المطعم اللي احنا جالسين نسوي عليه الاكزامبل الان او الداشبورد هذا هو مطعم يعني غير موجود اصلا، فالهيت ماب فاضيه، لكن لو كان احد المطاعم الموجوده واللي شغاله الهيت ماب بيصير جدا مليان. الهيت ماب وش توريك؟ الهيت ماب هذه الخريطه توريك طلباتك انت يا صاحب المطعم وين قاعد تروح في مدينه الرياض. يعني مثلا لنفرض ان المطعم في أي لوكيشن، لكن عندنا هنا طلب عبدالله سوي زوم شوي، عندنا طلب مثلا عند وسط الرياض، وعندنا طلب في عند الرياض جاليري مثلا اللي شفناه قبل شوي. في بعض المطاعم عندنا لما يفتح الهيت ماب هذه يحصل انه هو اللوكيشن حقه مثلا في وسط الرياض، واغلب الطلبات اللي قاعد يطلعها في غرب الرياض، كلها جاهزة تروح للغرب. هذا المؤشر على طول صاحب المطعم يروح يفتح فرع في منطقة غرب الرياض. مثلا شمال الرياض طلباتك تفتح فرع في شمال الرياض. وفي للأمانة أكثر من مطعم استفادوا من هذه الهيت ماب وفتحوا فيها فروع، يعني فروع ثانية. طيب عبد الله، أتوقع هذه الأناليسس خلصت. ودي انك تشرح بشكل سريع عن كيف المطعم اذا يبغى يضيف منتج، وكيف المطعم اذا يبغى يسحب الفاتوره، وكيف الشيء الاساسي كيف المطعم يعرف مين الاكاونت مانجر. ممكن تروح الداشبورد، تضغط على الداشبورد. ابشر. طيب هذه الصفحه الرئيسيه في كل لوح التحكم اللي موجودة مع المطاعم، أضفنا فيها ثلاثة أشياء رئيسية. الشيء الأول كيف تتواصل مع مدير حسابك. الآن موجود عندك اسم مدير حسابك، وموجود عندك رقم تليفونه، وموجود عندك الإيميل تبع مدير الحساب. لنفرض أن مدير الحساب هذا طلع من الشركة، استقال من الشركة لأي غرض من يعني لأي سبب من الأسباب، هو غير متواجد، احنا من عندنا اوتوماتيكلي نغير مدير الحساب وتجيك معلوماته في هذه الصفحه. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني في المربع اللي تحت نشوف عندنا كيف تقدر تتواصل مع قسم التسويق. يعني عندنا مطاعم كثيره تقول انا والله ما اعرف اتواصل مع قسم التسويق، انا تفاجات اني شفت لكم اعلانات في الشوارع وابغى اني ادخل لكني ما عرفت، ابغى ادخل في حمله الريالين او حمله الخمسة ريال او يعني حملات التوصيل، لكن ما أعرف أتواصل مع مين. هذه الطريقة كيف تقدر تتواصل مع فريق الماركتينج، وكيف تقدر تتواصل مع الدعم الفني. الدعم الفني اللي مثلا عندك مشكلة في جهاز استقبال الطلبات، أو عندك مشكلة في استقبال الطلبات عن طريق الانتجريتد أريز. احنا عندنا حاليا احنا رابطين مع ديليفركت، ورابطين مع فودكس، وجالسين نشتغل نربط مع جهات أخرى. ففي حال أنك أنت تشتغل مع هذه الجهات تقدر تربط معنا وتصير تقبل الطلبات عن طريق الـ POS system اللي عندك بدون ما تحتاج للجهاز، وهذه كلها عن طريق الدعم الفني. على اليمين موجود السبورت، كيف تقدر ترسل أي شيء للسبورت المنيو، وتقدر على اليمين مرة إذا عندك أنت أي مفارقات مالية، أي مشكلة مالية تقدر تتواصل مع الإدارة المالية. طيب عندنا فوق على اليمين اللي هو الداشبورد يوزر مانوال. احنا اضفنا الداشبورد يوزر مانوال في جميع، عبد الله ودي تحط الماوس تكفى على المانوال يمين تحت هذا اللي تضغط عليه تحميل هنا. لا ايوه هنا. هذا الداشبورد يوزر مانوال
كل شيء في الداشبورد تقدر تضغط على هذا الزر وتحمل الداشبورد مانوال اللي يشرحها عبد الله، يعني تقدر تشوفه كامل. عبد الله اضغط عليه، ابغاهم يشوفونه، لان في احد المطاعم قبل شوي كاتب اتمنى انكم ترسلونه، فودي بس ابين انه موجود. هذا الداشبورد مانوال، روح للصفحه روح لاعلى الصفحه عبد الله. هذا احنا مسوين برزنتيشن كامل كيف تستخدم الداشبورد، كيف تسجل دخول، وهذا يعني زي الفهرس كيف تسجل دخول وكيف تمشي على الخطوات 1 باي 1، وتقدر انك تستخدم الداشبورد وتستخدم كل الخصائص اللي في الداشبورد، كل الفاسيلتيز اللي في الداشبورد بشكل جدا سهل. وفي حال اي شيء ما عرفتوا تستخدمونه او اي شيء ودكم نساعدكم فيه بشكل افضل، تقدرون تتواصلون مع مدير العلاقه. والداشبورد ترى هذا تقدرون تحملونه من ال شو اسمه المانوال، تقدرون تحملونه من الداشبورد من لوحه التحكم. طيب عبد الله، ودي تروح لل طريقه رفع المنتج في المنيو والمحاسبه، كيف المطعم يقدر يشوف طلب، كيف المطعم يقدر يشوف يسحب تقارير بشكل يومي، وبعدها نشوف الاسئله بشكل سريع. طريقه اضافه المنتج عن طريق خيار المنيو مانجمنت، اختار الدش ايتم، وتختار خيار اللي هو Add Dish، إضافة منتج جديد. أول شيء تحدد اسم الشيف، طبعاً هذا متجر تيست، إضافة اسم الدش بالإنجليزي ثم بالعربي، تحديد اللي هو الشيف كاتيجوري في حالة كان Drinks أو Dessert، تحديد اللي هو Number of Service، هذا اللي هو مثلاً إذا كان المنتج عبارة عن كيك تقدر تحط مثلاً يكفي من 4 إلى 5 أشخاص. الماين بربر تايم اللي هو وقت تحضير الصنف من 1/4 ساعة إلى 4 ساعات أو 6 ساعات حسب وقت تحضير الصنف. الماين كوانتيتي اللي هو تحديد كمية اللي يطلبها العميل، دائما تبدأ من 1. اللي هو سعر المنتج، هنا نضيف سعر المنتج. الخيار الستاتوس الانيبلز، هذا الخيار في حالة انه ما كان محدد بعلامة الصح ما راح يظهر المنتج نهائيا في التطبيق، فلازم يكون مشار عليه بعلامة الصح، راح يعكس مباشرة على التطبيق مجرد ما تضغط خيار الحفظ. الأباوت ديش هنا تضيف وصف المنتج، مثلاً كيكة عبارة عن زيتون مثلاً أو عبارة عن فواكه حسب المنتج اللي بيتم إضافته، وهنا إمكانية إضافة صور للمنتج من 3 إلى 4 صور حسب المنتج. في حالة إضافة سيمبل ديش تقدر تضيف خيارات منفصلة للصنف نفسه، إذا كان في أي خيارات أخرى للصنف، الحجم الكبير مثلاً مع السعر مع النمبر أوف سيرفس، كذلك الكاستمر أوبشن في إذا كان في أي خيارات أخرى لنفس الطبق، مع إضافة الماكسيموم زي مثلاً إضافة اللي هو بوكس عصائر مثلاً، تحدد الماكس مثلاً بوكس مثلاً يحتوي على 4، تحط الماكس من 1 إلى 4 وال النيم أوف ديش والمين اللي هو 1. مجرد ما تضغط اللي هو سيف الحفظ راح يحفظ وراح يعكس مباشرة في التطبيق بمجرد الإشارة على علامة الصح في الانابل ستاتس. بالنسبة للفواتير، وأكثر سؤال دائما يواجهنا، تضغط على خيار الانفويس، الفاتورة دائما تصدر على نهاية الشهر من تاريخ 1 إلى 5 شهر، 5 أيام عمل راح تصدر فاتورة الشهر. كمثال مثلا شهر 9 راح يظهر الفاتورة حسب الشهر، مجرد الضغط على داونلود راح على طول تتصدر الفاتورة تلقائيا فيها جميع التفاصيل للفاتورة، الكوميشن، خدمة سفري، والمبلغ المطلوب إيداع، جميع التفاصيل راح تكون مذكورة في الفاتورة. كذلك التقارير، لو حاب تنزل تقارير مجرد الضغط على ريبورت
راح يظهر على طول مباشرة تقارير الشهر. في حالة انه مثلا حابين تنزلون الاكسبورت بشكل مثلا يدوي او تحديد تواريخ معينة، اختيار خيار اللي هو order management والorder sales، من ثم تحديد التواريخ كمثال مثلا last month شهر أغسطس مع تحديد حالات الطلبات اللي حابين مثلا تصدرون عليها اللي هو الاكسبورت، طلبات الديليفرد مثلا او الطلبات الكانسلد والديكلاين اللي يتم متابعتها من مدير التشغيل. فمجرد ما تضغط خيار الاكسبورت راح تصدر الفاتورة التقائية او تقرير تلقائي مع إضافة الملاحظات. في حالة وجود أي تعويضات أو أي إشكالية في أي طلب راح تكون متواجدة في الإكسبورت اللي تم تصديره. فلو في أي سؤال أو أي استفسارات يلا تسألونا، يعطيكم العافية جميعا. طيب يعطيك العافية عبد الله. خلينا نرجع الآن للأسئلة الموجودة. بالنسبة لأخوي محمد العنزي، طلبت إرسال الباوربوينت بالإيميل لشركاء The Chefs، موجود حالياً عندك في الداشبورد، وممكن برضو تتواصل مع الأكاونت مانجر ونرسله لك، وإحنا برضو بنرسل الباوربوينت للأخ خالد وللشباب في الغرفة، ممكن برضو يشاركونكم إياه، أو إذا ودك تعطينا إيميلك ونرسل لك إياه. وش الطريقة اللي تناسبك بنرسل لك إياه. بالنسبة لأخوي أحمد، طلبت أننا نربط مع أوتر. للأمانة إحنا يعني بدأنا في الربط مع أوتر، لكن حاليا شوية الموضوع يعني مو بال يعني بالسرعة اللي كنا متوقعينها. بس ودي أعرف أنت الآن تشتغل مع أوتر كم لك تقريبا، وكيف طريقة العمل مع التطبيقات الثانية اللي أنت رابط معها مع أوتر. بالنسبة لأخوي عبد الله الشمري، يعطيك العافية وعليكم السلام. لا أنت عثمان العثمان. طيب عثمان داخل من عصير تايم. بالنسبة لتغيير الإيميل، نقدر نغير لك الإيميل بس بشكل شهري كثير، يعني أتوقع أنه بيصير عندكم لخبطة، يعني راح تنسون أي إيميل دخلتوا فيه، لكن بسيطة نقدر نسويها لك. تقدر تسويها مع الأكاونت مانجر. وبالنسبة لخاصية معرفة عدد الطلبات لكل عميل، هذه غير موجودة حاليا، لكن جالسين نعمل عليها عشان تقدر تشوف العملاء المميزين عندك، وممكن تقدر تسوي لهم نوع من أنواع الريوردز. وايضا جالسين نشتغل على شغله ثانيه اللي هي كيف تقدر تحسب الريتنشن، يعني عدد تكرار، نسبه تكرار الطلبات من نفس العملاء. طيب بالنسبه لاخوي احمد الجمل من مطاعم المشوى العنابي، حاب يضيف بعض المقترحات اللي هي توضيح أداء الفروع بالداشبورد من حيث سرعة الاستجابة لقبول الطلبات. نعم هذه فعلا وصلتنا، ووصلتنا من أكثر من شخص، وإن شاء الله جالسين نعمل عليها. وبالنسبة لتوزيع الطلبات على المناطق والأحياء لتوفير المعلومات اللازمة للمطعم اللي هتساعدنا في خطط التوسع. طيب بالنسبة لخطط التوسع تقدر تشوفها حالياً من الخريطة الحرارية. الخريطة الحرارية راح تساعدك وراح تبين لك أنت حالياً وين طلباتك جالسة تروح. بالنسبة للتحليل من طرف The Chefs يوضح نتائج الاشتراك بالحملات التسويقية، هذه موجودة. ودي لو تقدر تتواصل مع الماركتينج، لأن الماركتينج حالياً يعني يعطونك أول شيء خطة الماركتينج، spending كيف راح يكون. بعد ما تتنفذ الخطة يعطيك تقرير عن تنفيذ الخطة ومتى تنفذ كل شيء. في أشياء
يسهل قياسها وفي أشياء قياسها لازم يصير من الطرفين. يعني مثلا لو طلعنا معك في حملة إعلانات خارجية هذه قياسها راح يكون يعني mostly فيها awareness فيها publicity، هذه أشياء ما نقدر نقيسها، وفيها عدد طلبات نقدر نقيس فيك عدد طلبات بناء على توقيت الحملة. وهذه كلها كان بيدن ونقدر نسويها لك بإذن الله. طيب بالنسبة للأخ رائد، هل يمكن الدخول للداشبورد لتجربة المنصة دون التسجيل كتاجر؟ والله يا رائد يعني ودنا نعطيك داشبورد بس راح يكون حتى المعلومات اللي فيه ناقصة. يعني لو عطيناك داشبورد بدون يعني بدون ما يكون عندك مطعم داخل التطبيق راح يكون خالي من المعلومات، لأن المعلومات تبني نفسها بنفسها بناء على عدد طلبات. واللي تو عرضها أخوي عبد الله كان داشبورد ممكن تجرب، يعني ممكن لو أنت شفته يجرب. وأيضا الملف التعريفي أو المانوال تبع لوحة التحكم يشرح لك كامل الداشبورد. طيب أنا أتوقع الآن كل الأسئلة غطيناها، إذا في أي أسئلة أو استفسارات زيادة. في ناس أشوفهم يحاولون يرفعون يدهم أو يحاولون يتكلمون، بس للأمانة ما عندي الصلاحية أني أقدر أفتح لكم المايك، أو لو يعلمني الأخ خالد كيف أقدر، أو لو يسويها من عنده إحنا حاضرين وجاهزين. أعطيك العافية أخي عبد الرحمن، أي واحد عنده مشاركة ممكن نعطيه الصلاحية لشامل الدخول. طيب أخوي فهد يسأل عن وين مواقع التغطية في الشرقية. مواقع التغطية أخوي فهد في الدمام، موجودين في الخبر، موجودين في الحسا طبعا، والظهران كامل دليفري، وموجودة برضو خدمات الدارك ستور في المنطقة الشرقية. بالنسبة لأخوي رائد وين نحمل الملف التعريفي، هو يا رائد لازم يصير عندك داشبورد عشان تحمل الملف التعريفي، بس بما أنك ما عندك داشبورد نقدر نرسل لك إياه. إذا تعطيني إيميلك أرسلنا لك الملف التعريفي، وأرسلنا لك برضو ملف ثاني خليك تسجل في ذا شيفس. أنا ما أدري وش قاعد تنتظر عشان للحين ما سجلت مع ذا شيفس، بس بنخليك تسجل إن شاء الله يا رائد. بالنسبة لأخوي محمد العيسى، ممكن طريقة الدخول على الداشبورد، طريقة الدخول على الداشبورد نعم ممكن، ومدير العلاقة هو اللي يزودك بالمعلومات. لو تعطيني أخوي محمد عشان نصير productive ونصير يعني نقدر نخدمك إن شاء الله بالشكل المطلوب، لو تعطيني إيميلك أخوي محمد وتعطيني بس اسم المطعم أو ترسل لي على السبورت اللي يناسبك. أنا بكتب لك إيميل السبورت، تقدر تكتب فيه اسم المطعم، ترسل لهم اسم المطعم وتكتب أحتاج معلومات الدخول على الداشبورد فقط، والشباب راح يوصلونك بالمدير العلاقة وهو راح يتواصل معك. أخوي رائد أعطيك إيميل السبورت برضو نفس اللي كتبته للشباب، أرسل لنا عليه، أرسل بس أنك تحتاج الملف التعريفي، وأرسل لنا برضو اسم المطعم إذا كان عندك مطعم أو عندك محل، أرسل لنا الاسم ورقم جوالك وأنا ممكن نخلي الشباب يتصلون عليك في فريق المبيعات ويشرحون لك شرح أكثر ومخصص.
في استفسارات زيادة، في شيء حابين تعرفونه عند الشيفس، في مداخلة. الحين الأخ خالد يقول اللي يبغى يتداخل معنا بالصوت عنده إن شاء الله الإمكانية، بس يطلب المايك. أبشر أخوي أحمد. بالنسبة للأوتر إحنا في الطريق نشبك معه، بس الموضوع ما راح يصير بالسرعة اللي نتوقعها، لأن شوي يعني الربط قاعد يأخذ مننا وقت. حاليا ربطنا مع ديليفريكت وربطنا مع فودكس، وأبغى أعرف منك أكثر معلومات عن طريقة ربطك مع أوتر وإيش المطعم. هل تقدر تدخل معنا بالصوت أخوي أحمد؟ طيب أخوي خالد تقدر تخلي أحمد تعطيه المايك؟ إيه بس يرفع يدي الله يعطيه العافية ونعطيه الأمور إن شاء الله. أحمد تقدر ترفع يدك؟ تحت بس تضغط raise hand موجود تحت. أخوي توفيق برضو شركة فيدس بدأنا الربط معهم، بس ودي تعلمني اسم المطعم إذا في إمكانية لأحد. أخوي خالد الأخ أحمد رافع يده إذا تقدر تعطيه. حلويات سعد الدين. أبشر أبشر أخوي توفيق. قبل أربع أيام كانوا عندنا الشباب في المكتب، شباب فيدس، الأخ عبد الله كان موجود وربطنا الآي تي تيم. تفضل أخي أحمد الله يعطيك العافية. أخوي أحمد المايك عندك صار مفتوح. طيب مو مشكلة أخ أحمد، بالنسبة لأوتر إن شاء الله راح نربط معه. بس أنا كان ودي أعرف أنت كم لك شغال مع أوتر وإيش اسم المطعم، بس إذا تقدر تكتب لي إياها.
ممتاز ممتاز. يعطيك العافية أخوي أحمد، وزي ما قلت لك بإذن الله تعالى أوتر إحنا مو بناسينا، بالعكس واستفدنا كثير من ضبطنا مع دليفريكت وفودكس. سهلنا على عملائنا آلية قبول الطلبات، سهلنا عليهم أشياء جدا كبيرة. الآن إن شاء الله لما نربط مع فيداس ومع أوتر برضو راح نسهل على أغلب العملاء الطريقة. أيضا إحنا مع البراندات الكبيرة نربط مع البي أو إس الخاص فيهم. أتمنى أخوي أحمد أن يكون جاوبتك. وياك يعطيك العافية. طيب في أي استفسار ولا حابين نقفل؟ لأن خلاص ووصلنا للنهاية. سعدنا للأمانة بهذه الورشة السريعة اللي إن شاء الله أنها تكون خفيفة عليكم زي ما كانت خفيفة علينا. ودي بس أخوي نايف إذا تفتح لي السلايد اللي فيه طريقة التسجيل في التطبيق، إذا ما عليك أمر عشان بس طيب بما أننا الآن راح نختم، ودي بس هذه السلايد لو قدرتوا تصورونها اللي عشان تصوير الباركود. ننتظركم إن شاء الله في ذا شيفس. نرحب بالجميع. لما تتسجلون عن طريق ذا شيفس إن شاء الله احنا ناخذ من يوم إلى 3 أيام ماكسيمم للرد عليكم، ويصير بعدها مكالمة من فريق المبيعات يتواصلون مع المطعم ويشرحون له جميع الأسئلة والاستفسارات. وإذا حب صاحب المطعم أن يزورنا في المكتب الله يحييه، ونجلس معه ويجلس معه برضو فريق الماركتينج، ونخدمك بكل ما نقدر عليه بإذن الله. ويعطيكم العافية مرة ثانية، ألف شكر. وشكراً أخوي خالد على هذا الاجتماع الجميل، ما قصرت، والله يبارك في جهودكم وجهود الجميع. جهود الغرفة صراحة دائماً مميزة، وإن شاء الله أننا نكون قد التطلعات. يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية جميعاً، والشكر الأول والأخير للحضور اللي استقطع من وقتهم الغالي. وإن شاء الله الورشة هذه مسجلة، وراح نرسلها لكل اللي يسجلوا معنا إن شاء الله بإذن الله. يعطيكم العافية، شكرا لكم.